مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة الحدث اليوم، ومع برنامجكم المميز برنامج صانع القرار. النهاردة مع حلقة جديدة ومختلفة ومميزة، عودناكم دايما على طرح المشاكل أو طرح الأمور الصعبة اللي موجودة. هندور النهاردة بشكل مختلف وبشكل حيادي جدا وكمان بشكل واقعي جدا جدا لكل المشكلات. ومن أهم المشكلات اللي هنعرضها النهاردة في برنامجكم برنامج صانع القرار، النهاردة هنتكلم عن المشاكل البنية التحتية وخصوصا في قرى الجنوب في أسوان. النهاردة يوم مختلف جدا جدا، احنا بنعرض بنحلل بنفسر كل حاجة وبنحط كل حاجة بشكل واقعي وشكل حيادي وبشكل مبسط جدا جدا. والنهاردة هيكون معانا ضيف مميز جدا. معانا النهاردة ضيف معانا المهندس سعيد مدني، نائب برلماني سابقا. النهاردة هيحاورنا ويكلمنا عن المشكلات اللي موجودة في البنية التحتية في قرى أسوان. ألو سيادة النائب. أيوة يا فندم، مع حضرتك يا فندم. أهلا بيك في برنامج صانع القرار. اهلا اهلا بيك يا فندم، واهلا بيكم الست الجميله، الله يبارك لك. ميرسي يا فندم، تحت امرك يا ستي. ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم. المذيعه الجميله دعاء الخطيب، اشكرك جدا. والاستاذ ادم الاسواني، اشكرك جدا. حضرتك طبعا مهتم جدا جدا بمشاكل الجنوب وخصوصا البنيه التحتيه في قرى اسوان، وحبينا النهارده ان حضرتك تكون مشارك بشكل فعال جدا جدا. طبعا كنا يعني نتمنى تكون متواجد معانا، ولكن التواصل معاك مفيد جدا ان شاء الله باذن الله نقدر نوضح كل حاجه للمشاهدين. تتعود باذن الله يا فندم ان شاء الله. هنتكلم عن قله الخدمات اللي موجوده في قرى الجنوب في اسوان، ومن اهمها مشكله المستشفى المركزي بالصعيده ابلي في اسوان. حضرتك كلمنا عن المشكله. مستشفى الصعيده ابلي دي حضرتك طبعا المواطن الكروي هو في احوج ما يكون للخدمات الصحيه. تمام. ولذلك في سنه 2006 تم الانتهاء من انشاء مستشفى الصعيده قبلي حضرتك. تمام. دي بقريه كلح الجبل مركز ادفو حضرتك محافظه اسوان. ولكن في حاجه معينه ما خلتش المستشفى لغايه دلوقتي تشتغل. ايه هي؟ مفيش اي معلومات عن السبب ده حضرتك. سمعت ان في 2019 تم التواصل مع سياده الوزيره هاله زايد. في 2019 أيوة. قمت انا بشخصي واخبار حضرتك وبشخص الحزبي بالاتصال بالدكتوره هاله زايد، الوزيره سابقا هاله زايد وزيره الصحه، وتم شرح الموضوع ليها من الاي للزد. ان المستشفى اللي احنا محتاجينها مستشفى مكونه من اربع ادوار حضرتك، فهمتني؟ وقامت السيده الفاضله الله يبارك لها ايامها بعديها ب 11 يوم بالظبط بعتت المولدات الكهربائيه للموقع بتاع المستشفى. طيب الناس اللي ما تعرفش طبعا قصه مستشفى الصعايده ابلي في طبعا كلح الكرنك، المستشفى عباره عن اربع ادوار. كلح ايه؟ كلح الجبل غرب. كلح الجبل كلح الجبل طبعا من اهم المستشفيات الموجوده هناك. طبعا المستشفى عباره عن اربع ادوار، المفروض ان هي شبه متشطبه، يعني محتاجه بس شويه خدمات طبعا كده وشويه الاجهزه وكده تبقى تمام، صح يا فندم؟ كان فيها الاجهزه كمان؟ يا فندم، وتم سحب الاجهزه ديت وقبل حضرتك لما جت مستشفى حورس في مركز ادفو اشتغلت. كان ناقصها الدكاتره فقط يا فندم. ليه؟ لان هي كانت مكونه يعني المعدات وصلت بالفعل للمستشفى ورجعت اتسحبت منها تاني. يا فندم اتسحبت منها تاني لان قعدت فتره جامده جدا المستشفى مش شغاله. فاتسحبت المعدات بتاعتها وراحت لمستشفى حورس في ادفو، وخبر حضرتك لما اتفتحت واتجددت تم تجديدها المستشفى حورس ديت. تمام. احنا بقى هنا اهوت اللي هو الهم بتاعنا ايه؟ ان المستشفى ديت حضرتك هتخف الحمل عن مستشفى حورس اللي هي في ادفو، هتمسك من اول قريه الجاره القاره يعني لغايه بلده السباعيه بحري. تمام. وكمان في الكرة اللي هي المنشاه الجديده بتاعت وادي الصعايده حضرتك دي برضو فيها عدد لا يحصى من المواطنين الكرويين اللي هم في اشد الاحتياج لخدمات الصحيه. طبعا احنا ما نستغناش عن مستشفى طبعا تخدم وتقدم خدمات صحيه متكامله لطبعا لابناء الجنوب هناك، بس احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك المستشفى هل هي متشطبه بالفعل؟ متشطبه بالفعل، وهي الصور بتاعتها معروضه عند حضرتك. تشطيب كامل يا فندم. تشطيب كامل يا فندم، لا ينقص. يعني هي كده انتوا ناقصكم بس الخدمات بتاعتها والدكاتره المعدات يعني. بالظبط كده يا فندم. يعني احنا بس محتاجين ان تيجي الاجهزه
اللي هي في الاقسام اللي هتتفتح بيها وبعد كده اهوت حضرتك تيجي الدكاتره. تصوري النهارده حضرتك لو واحد كروي في مدينه في قريه كرح الجبل تعب ياخد بعضه ويروح المستشفى اللي هي بيتفو يقولوا له لا هات جواب تحويل من الوحده الصحيه عندك، يجي يجيب جواب تحويل من الوحده الصحيه يقولوا له طيب الدكتور مش موجود. النهارده عندي حاله يا فندم كانت بتشتكي لي بقاله 9 ايام مش عارف يجيب جواب التحويل عشان يروح المستشفى. هي يعني مستشفى الصعايدة يا فندم داخلة ضمن مستشفيات التأمين الصحي؟ داخلة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يا فندم. تمام يعني بتخدم موسوعة كبيرة جدا، مجموعة يعني كبيرة جدا من الفئة جامدة جدا جدا جدا. حضرتك تصوري حضرتك النهارده مفيش مصل عقرب. واحنا عارفين كلنا يا فندم ان الكرة الصعيد كلها عقارب بتعاني من وجود عقارب. ده حقيقي. مفيش مكان فيه مصل عقرب. سمعت يعني ان المستشفى دي من ضمن 6 مستشفيات كانت موجوده داخل النظام الصحي؟ نعم يا فندم. التامين الشامل؟ التامين الصحي الشامل. ال6 مستشفيات دول منهم 5 اشتغلوا؟ ما عدا دي. المستشفى بتاعت كلح الجبل الغربي. ما عدا مستشفى كلح الجبل. فندم. طيب حضرتك دلوقتي هي المستشفى دي موجوده تبع مبادره حياه كريمه ولا لا؟ لا ما اظنش يا فندم لان ديت حتى الشغل اللي اتعمل فيها بعد كده كان تبع هيئه القوات المسلحه. كنت لسه اسال حضرتك هل هي تبع مثلا شركه مقاولات او مين اللي ماسكها؟ تبع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. لا يا فندم، شركه المقاولات كان بتاخد من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه من الباطن ان هي تعدل عليها الترميمات بتاعتها بعد كده حضرتك لما اتقفلت فتره جامده يعني. فاحنا هنا هو في اشد الاحتياج. نيجي النهارده في سياده المحافظ الله يبارك له الجديد وخد حضرتك اللي هو سياده اللواء اسماعيل كمال محافظ اسوان. انا ملاحظ ان الراجل ده الله يبارك له نشيط، جه عمل زياره لمستشفى ادفو العام اهوت. يا ريت يشملنا من ان المستشفى يشتغل عشان تشيل حمل كبير جدا جدا. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله. احنا طبعا بنوجه رساله يعني بود وحب واحترام جدا جدا للراجل المجتهد سياده المحافظ اسماعيل كمال، محتاجين بس نظره تعاطف والله، يعني محتاجين بس نظره اهتمام. طبعا المستشفى دي هتقدم خدمات صحيه متكامله طبعا لاكبر مجموعه من شباب وابناء، طبعا ابناء الصعايده في اسوان. المستشفى احنا محتاجينها جدا، طبعا عايزين حضرتك بس تهتم بالموضوع شويه. وطبعا سياده النائب احنا بجد احنا شاكرين لسيادتك جدا جدا. انا عايزه اسال حضرتك دلوقتي هل انتوا تقدروا تقدموا اي تطوير او اي حاجه في المستشفى مع الحكومه؟ طبعا طب شكرا. المداخله فصلت تقريبا. كان معانا طبعا يعني البرلماني السابق سياده المهندس سعيد مدني، كان معانا ضيف مميز ومتحدث لائق جدا جدا شرفنا به جدا، ناس من المحترمه جدا المتميزه المحبه للوطن، من الناس الشرفاء اللي موجوده معانا. وطبعا المستشفى دي من الناس اللي يعني من المستشفيات المتميزه جدا، ان هي لو اشتغلت فعلا هتغطي اكبر عدد ممكن طبعا من المرضى ومن الناس اللي محتاجه فعلا المساعدات الطبيه اللي موجوده طبعا في كلح الجبل زي ما هو قال، مش كلح الكرنك. وان شاء الله بإذن الله سيادة المحافظ طبعا إسماعيل كمان معنا مداخلة كمان. مين معنا؟ ألو. ألو. أيوة مساء الخير. ألو. أيوة يا فندم. أيوة يا فندم مساء الخير. ألو سيادة النائب. ألو صوت، هنعود الاتصال بيه تاني. معانا شخصية محبوبة جدا جدا من أبناء أسوان لكلح الكرنك طبعا، من الكرة المتميزة جدا جدا. كان معانا طبعا في حلقة من الحلقات السابقة سيادة النائب طبعا المحلي الشعبي بإدفو بكلح الكرنك بأسوان الرزيق مهلل، طبعا من الناس المحترمة جدا جدا والمجتهدة والمحبة للوطن وكمان ليه شعبية كبيرة جدا جدا. وهو النهاردة يتحدث معانا النهاردة عن بعض المشكلات في البنية التحتية اللي موجودة في أسوان وخصوصا في كلح الكرنك. تمام.
عايزه اقول لكم طبعا ان طبعا من اهم المشكلات البنيه التحتيه هناك اللي موجوده في قرى الجنوب طبعا مشكلات الصرف الصحي، عندهم مشكلات طبعا في الانترنت، وخصوصا ان الانترنت دلوقتي مش يعني مشكله كبيره جدا جدا بتعوق كل الوسائل اللي موجوده للتواصل، يعني الطلبه دكاتره مهندسين. طيب الاتصال معانا سياده النائب. ايوه معاك يا فندم. انا مساء الخير يا فندم. انا معاك يا فندم. اهلا بيك حضرتك، شرفتنا ونورتنا سياده النائب المحلي الشعبي، يعني حضرتك منور البرنامج. شكرا. رزقك مهلل طبعا من الناس المحبوبه جدا، الناس المتميزه جدا جدا في كلح الكرنك في اسوان، وانا شخصيا يعني كدعاء يعني بعتز بيك جدا. شكرا. حضرتك طبعا من الناس المجتهده المتميزه المحبه طبعا اللي بتساعد دايما الشباب وبتساعد في حل المشكلات. حبينا ان حضرتك تكون معانا النهارده على تواصل علشان نتكلم عن المشكلات اللي موجوده عندكم، ومن اهم المشكلات طبعا اللي حضرتك كنت عايز تتكلم عنها مشكله الصرف الصحي، ممكن تكلمنا عنها؟ طيب شكرا يا فندم، شكرا على الاستضافه، وشكرا على قناه الحدث، وشكرا على المميزه الايقونه في الصعيد. اشكرك. احنا في الجنوب دعاء الخطيب. اشكرك يا فندم. اشكرك والله. احنا دكتور ايه كان معنا اخ زميل فاضل موجود كان بيتكلم على المستشفى. استاذ سعيد مدني طبعا. احنا كنا حكايه واحده يعني ان شاء الله بمشيئه الله. بس هو طبعا انا عندي اضافه بسيطه بالنسبه للمستشفى. اتفضل. ممكن اوضحها لحضرتك. طبعا هي طبعا. هي ضموها تبع التامين الصحي حاليا. والتامين الصحي طبعا هي حب ايه قالت لا في حاجه لازم اضيفها عليها. يعني يعمل اضافه بتعديل تخدم التامين الصحي. ولحد دلوقتي طبعا هي ما حصلش هي حاجه، وان شاء الله منتظرين ان شاء الله باذن الله سياده المحافظ، باذن الله باذن الله يكون قريب جدا يتواصل مع حل المشكله. وحل الامر ده ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للصرف الصحي عندنا المشكله بتاعت الصرف الصحي. احنا كقرى كلح الجبل والكرنك يعني الحمد لله رب العالمين من اكثر من 25 سنه عندنا صرف صحي في القريتين. ما شاء الله. يعني ولا كان في مدينه حتى، المدن ما كانش فيها، لكن الحمد لله رب العالمين كان عندنا حظ اوفر بان احنا يكون عندنا صرف صحي، لكن كان تعداد السكان في اللحظه دي تعداد السكان في القريتين كان بسيط. بالوقت ضعف الرقم. طبعا. كانوا حطوا مواتير سعتها بسيطه في بدايه الامر. عشان ما عشان ايه السكان اللي موجودين دلوقتي لما زاد العدد بالنسبه للسكان تضاعف العدد طبعا ايه العموميات بتاعت الصرف ما مش مستوعبه الكم ده كله. فهم طبعا ايه وعدونا بانه غيروا الخط العمومي بتاع الصرف. تمام. احنا كده محتاجين تعديل للخط الصرف كامل طبعا عشان يسع كل طبعا الكثافه السكانيه اللي موجوده في البلد، صح كده؟ بالظبط كده. وطرحوه مره واثنين وثلاثه على مقاولين، وبعد كده المقاول يسيبه ويهرب وما نعرفش المشكله. طبعا برضه لازم المشكله توصل للسيد المحافظ عشان تتحل ان شاء الله. ان شاء الله سياده اللواء اسماعيل كمال ان شاء الله باذن الله باذن الله، يعني احنا بنتامل من الله كده ان شاء الله ان هو يعني ايه يشوف المشاكل دي باذن الله. احنا بنلقي الضوء وان شاء الله باذن الله هو يتواصل معاكم. الاعلامي خلي بالك على حتتين، الموضوع ده موقف عندنا موضوع الغاز الطبيعي في القريه موقفه. وموقف معانا موضوع النت. طبعا الحفر للمواسير موقف حاجات كتير، وخصوصا بقى النت دي مشكله كبيره جدا في فتره الدراسه. الصرف الصحي. واحنا عندنا مدرسه ثانويه عامه برضو معطل لانه كله شغال دلوقتي على طريق عن طريق النت. وعندنا بنوك مجاوره وكل ايوه طبعا موجوده كله شغال على النت، وده كله طبعا ايه معطل على الاجهزه القديمه، والنت بطيء جدا جدا جدا. النت القديم بتاع اللي هو شغال على ايه على زمان في الفترات اللي هي قديمه، وبيتقطع من عندنا وما بنعرفش ودايما ابدا الشبكه ساقطه عندنا دايما وابدا. طبعا كل ده طبعا بسبب طبعا المواسير والحفر بتاع المواسير اللي موقف حاجات كتير، طبعا توصيل الغاز وطبعا شبكه الفايبر بتاعت الانترنت. فطبعا لا غنى طبعا في فتره الدراسه خصوصا او في الحياه اليوميه اصلا، الانترنت بقى يعني وسيله تواصل كامله لكل الناس، ولادها مسافره، ولادها بتذاكر، بيعملوا ماجستير، دكتوراه، ماستر، اي حاجه بيشتغل على الانترنت. كل الناس دلوقتي قاعده all the time بتشتغل على الانترنت. فاحنا ان شاء الله باذن الله يعني المشكله بتاعت الصرف الصحي تتم على خير ويتحل وراها بقى يعني حاجات كتير بقى ان شاء الله، فايبر الانترنت وكمان مواسير الغاز باذن الله. تسلمي لي، الله يكرمكم. طيب احنا عايزين نتكلم عن مشكله مرشح المياه، حضرتك كلمنا عنها.
يعني على ايه؟ مرشح المياه؟ مش سامع انا كويس لو سمحت. مشكلة مرشح المياه حضرتك، كنت كلمتيني عن مشكلة مرشح المياه. تمام يا فندم، تمام يا فندم. مرشح المياه ده اللي في وادي الصعايدة. بيخدم قرى وادي الصعايدة. ايوه. خلي بالك تابع حياة كريمة. ده تابع حياة كريمة، مرشح كبير ضخم جدا، وبيخدم قرى الصعايدة أكثر من 7 يعني مش بيخدم قريتكم بس، ده بيخدم قرى الصعايدة كلها. بيخدم قرى الكلى. يعني خط أساسي طبعا. ضمن العمل بتاع حياه كريمه، العمل بتاع حياه كريمه. تمام. شغال لي سنتين، شغال البنيه بتاعته والبنيه التحتيه بتاعته ورمي المواسير والكلام ده كله، لكن دلوقتي لينا اكثر من 7-8 شهور العمل متوقف فيه نهائيا. العمل متوقف فيه خالص، ما فيش. والناس طبعا في قرى وادي الصعايده، عن ان هم طبعا في الجبل، في مساحات شاسعه في الجبل هناك، محتاجين للميه الحلوه دي، علشان طبعا ايه ما بتوصلهمش الا عن طريق القنوات والترع والكلام ده كله. وطبعا ايه بيبدا عمليه صعبه وبترتب عليه حاجات مش كويسه خالص، واحنا طبعا ايه بنقول في غنى عن الكلام ده. طبعا. بس ما اعرفش هل هو اعتماد، هل هو حاجه، طبعا احنا ما نقدرش نتكلم في في الحاجات دي، بس يوضحوا لنا هم المعطلين ليه؟ واقفين ليه؟ بس مش اكثر من كده. ان شاء الله، ان شاء الله يتم التواصل، وان شاء الله باذن الله سياده المحافظ يتواصل عن قريب باذن الله ويكون صوتنا مسموع. واحنا طبعا يعني بنقول ان شاء الله باذن الله صوتنا يتسمع، وصوت كلح الكرنك وكلح الجبل وكل يعني قرى الجنوب باسوان، ان شاء الله ابنائنا واخواتنا وشبابنا كلهم ان شاء الله يتم التواصل، ويعني باذن الله حل المشكلات عن قريب ان شاء الله باذن الله. سياده النائب، شكرا لسيادتك جدا، انت نورتنا. رزقك مهلل من الناس المحترمه جدا. هفضل دايما اقول ان حضرتك شرفتنا ونورت برنامج صنع القرار. بارك الله فيكم. بارك شكرا الله يا فندم. شكرا يا فندم. طبعا النهارده احنا كنا بنعرض وبنحلل لكم بعض المشكلات اللي موجوده في قرى الجنوب بتاعه اسوان، بس مش عايزين طبعا ننكر ان حياه كريمه عملت حاجات كتير جدا، ساعدت في بناء المؤسسات وساعدت كمان في بناء المدارس، وطبعا ترشيد المياه عملت حاجات كتير جدا. وطبعا زي ما هم لو في مشكلات موجوده على الساحه ففي برضه حاجات كتير قوي قوي عملها. زي ما كنا بنتكلم وبنقول طبعا البنيه التحتيه اللي موجوده واللي حصل فعلا فيها يعني حاجات كتير فيها، ممكن يكون بعض الضربات، بس ما ننساش ان سياده الرئيس طبعا عمل حاجات كتير جدا جدا واهتم بيها، الاستثمار والعاصمه الاداريه وخطوط الغاز. وعايز اقول لكم ان هو عمل حاجات كتير قوي، تطوير في الطاقه والكهرباء. ان شاء الله باذن الله احنا مستنيين مزيد من الانجازات، ومستنيين كمان ان شاء الله باذن الله اللواء اسماعيل كمال ان هو ينظر ان شاء الله باذن الله لكلح الكرنك وكلح الجبل، ويتم التواصل عن قريب لحل مشكله المدرسه وحل. كان في كمان مدرسة يعني كمان كانت واقفة عن الإنشاء برضو، ما كملتش برضو بسبب الإجراءات. طبعا احنا مش عايزين ندخل في قصة ان الروتين دايما فيه حاجات قاتلة، بس ولكن ان شاء الله بإذن الله المسؤولين يهتموا بجد بجد بكلح الكرنك وكرة الجنوب عامة وكلح الجبل ان شاء الله باذن الله. وخصوصا يا جماعه المستشفى ديت من المستشفيات اللي هي لو حصل فيها فعلا طفره، وان هي فعلا وصل لها مستشفى كامله 4 ادوار ما شاء الله عليها، لو هي بس وصل لها المعدات بتاعتها ووصل لها التواصل مع الدكاتره، هتخدم كثافه سكانيه عاليه جدا جدا لقرى الجنوب في اسوان. وان شاء الله باذن الله هتكون فعلا حلقه وصل لقرى الجنوب، ومش مش هتحتاج ان حد يسافر او يتبهدل او يروح في اي مكان. عايز اقول لكم ان برنامجنا كان النهارده كان برنامج يعني احنا القينا الضوء على بعض المشكلات البسيطه جدا، مش هنقول الكبيره، هي بسيطه ان شاء الله باذن الله وهتتحل، لانها بتواجه ناس كتير او في اماكن دي حاجه موجوده. طبعا احنا عايزين نقول ان في حاجات كتير ان احنا بنستثمر فيها، احنا بنستثمر في عقول ولادنا، بنستثمر في شبابنا ان شاء الله باذن الله ان هم فعلا يجتهدوا ويطوروا من نفسهم. مفيش بلد ما فيهاش ازمه، مفيش بلد ما فيهاش دروب، كل الناس عندها ازمات. احنا بنوضح الازمه وبنعرضها بشفافيه جدا وبساطه جدا 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 وبشكل حيادي على الجمهور وعلى الساده المشاهدين وعلى الساده المسؤولين، عشان نوصل لحل متكامل جدا، عشان الناس دي نوصل لهم الصوت بتاعهم للساده المشاهد يعني الساده المسؤولين باذن الله، ويتم الحل عن قريب. النهارده الحلقه بتاعتنا كانت حلقه يا رب تكون عجبتكم. البنيه التحتيه دايما محتاجه دايما تطوير، ومحتاجه دايما تجهيز ان الناس اللي تحت كمان تقف، الشعب والشباب يبقوا مع الحكومه باذن الله وكل حاجه هتبقى كويسه.
عايزه اقول لكم كمان حاجه، ان احنا بجد احنا محتاجين دعم، يعني زي ما احنا بنناشد طبعا المسؤولين وبتاع، احنا بنناشد طبعا رجال الاعمال ان هم يساهموا مع طبعا مع البلد، ان هم يساهموا دايما في التطوير وفي الاداء. اي حاجه متوقفه انت لو تقدر تساعد فيها ساعد فيها، انت لو تقدر تساهم في تشغيل الشباب شغل، لو تقدر تعمل مصانع، لو تقدر تعمل اي حاجه في بلدك حاول بقدر الامكان ان انت تنجز ده. خلي دايما الايد شغاله، يعني خليكم دايما متكاتفين، بلاش تشتغل في اماكن بعيده، او حتى لو بعيده تسهلها على المواطنين او تسهلها على العمال، بحيث ان يبقى في تواصل دايما ودايما الدنيا تبقى موجوده. طبعا الناس اللي هي الشباب اللي هي بتكسل تقول لك لا مش هشتغل، لا مش هروح، لا مش هعمل، لا انا هتعب، لا حضرتك لازم تتعب، لازم تجتهد على نفسك شويه، لازم تطور من ادائك شويه، لازم تساهم انت كمان، انت دي من البنيه التحتيه ان احنا نساهم في بناء الشباب. والشباب ده هيتبني لما يكون في رجل اعمال بيساهم في صناعه المدارس، في تطوير المدارس وتطوير المستشفيات وتطوير كل ما هو في البنيه التحتيه اللي تحت، وخصوصا للناس المتعففه او الناس الفقيره او القرى الجنوب. ان شاء الله باذن الله تكون الحلقه بتاعتنا حلقه مميزه وحلقه مختلفه، وبرنامج صنع القرار برنامج مميز ومختلف. كانت معاكم دعاء الخطيب.